يلا بصباح الخير، يلا بصباح الخير، ورزقك على الله يا طير، رزقك على الله يا طير، يلا بصباح الخير، يلا صباح الخير. ما صارت عادت هنا وحدها، انا لازم اخبر عليهم هلا الاولاد. كل يوم اجي ومدعب المكان، لا حول ولا الكرسي مو ودنه هنا، يا اخوي يا اخوي موقعك هنا ما هناك. شوف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما يصير. بسيطة، بخبر عليهم، بخبر اليوم. يا زين يا زين شغلني بنظر عينك، قلبي يحبك يا زين ما ظل يحب غيرك. القديم قديم، نعم القديم قديم، ما تهلق أنا بوهشك بشك. صيدلي يا صيدلي يا صيدلي، بالله عليك عم هنوي صيدلي. أخو سليمان، وسليمان سليماني وسليمان، أقول شي والبغام عس. أصبحنا وأصبح الملك لله، الناس صباح الخير، سلام عليكم. وانت طايح لي سليمانو سليمانو سليماني، واخذك قداس شدة وعدة وتقول لي بغام. ها تراني نهمتك ونهمتك، وانت كما اقرا راسك بصل. قلت هذا ما يرد الا من هم البغام، هو هذا كذا رديت. خلا خلا كذا، اخذ الفنجان قهوه. حاضر، اجيب لك الفنجان انا. حاضر، اصب لك، خليني اصب لك. اقول لك تصب لي قهوه، ما تكرهني في العين، مو باطق لا على عيني وامو. حش يا باسات، كيف عرفت؟ قول عقب عمر. انا صحيح عم ما اشوف، لكن احس عندي حاسه غريزيه بالاشياء. وبعدين العمى عمل بصيره يا فاقد البصيره. صب قهوه صب. حش ما عور من خير. قلت شيء؟ ما قلت شيء، ما قال. كلمني سليمان، سمعت فيك كلمتين. والله العظيم بسان ما قال شيء. ايه سليمان. ها بسان. قوتك والله حلوه. اسمع انت. كنا في هيمه يا ورد. وابو كان مسوي له زعفران. كذاكي؟ الحين مسوي له زعفران. ها بسان. اي نعم. كذاك السالفه قتلي. هي. وكل يوم بالله عليك طايح تصيح لك المحناية مهر زوجتك. هلا خلي شيء غلط. كذا ما سويت لي قهوه زينه وانا عميطها. هنا لو صب لي غير واحد. صب لي بساج. ايه بعدك واحد شوية. عقب عن صيحة في الخيزران اروح اشوف انا هذا. سليمان. مو هناك بساج. انت مو هذا قلة الادب فيك. صب لي قهوة وتشل علي مرة الفنجان. بساج والله العظيم انا صاب لك فنجان توني. والله يا سليمان تراك وتقل ادب قايل ترى ميتك بظل الحناية. نعم ظهرك. شيمة. اي نعم. شيمة بساج. عم اشي شيمة. شيمة. اي شيمة. هي هي بس هذا شغلك انت. طصت بساعد طصت. سكت سكت يا خلص سكت سكت. اكيد اللي رد عليه. خليني اتكلم. اي نعم لحظه. وانا ما ساعدتك انا كذا طصت. انا اكيد هي هذه المره. هي لا صديق ولا رفيق ولا للرمل ولا طبق. وخلى عنك السوالف، وهذا اتصال ابو مازن. هنا نعم هنا هنا. واذا اتصل مرتك واوي لك اتصال مره ثانيه. نعم كان طابوك وسمات ذا انا كنت بني بيت جديد وحنا ما عندنا خبر. احيدك ما عور من خير، لكن من هي؟ انا رايحه بيت حياني وما اجلس عندك حتى دقيقه واحده. وابوي هذا كانه صوت سلام وحقيقه، لكن ما حقيقه ولا تلفون. لكن انا شام ريحه فليسه يوم اتصلت. هنا حقيقه ولا تلفون. ما اعرف سليمان. اه مساعد. توم هذه قلت له ابو بيك تضرب واحد قد ابوك. مساعد والله العظيم ما فهمت. هذا ابو ضارب لك انا. عقب من انا؟ انت؟ انا سود الله وجهك. انت دعواك تضرب عصا نعم مثل محناي. هي نعم عميطه كما ما يدك الفريزه واخلي الدم يضرب بشرب من ظهرها. نعم سليمان هذه ما حالي. نعم اطلب لك مره ثانيه، ترى انا ما اخافك. نعم إذا هذيك في البيت ما خايف منها. بسعد والله لازم ما أنا. أنا ما أنا ما أنا تعمل لي. هي نعم. هي لقني عبد القني. أنا أخبر منك. بسعد مالكم ما تتقاودوا؟ أقاود مين؟ أقاود سليمان ولا أقاودك أنت يا البغام؟ تقاود حرمتك. حرمتي؟ لا لا زوجتك. حرمتي ولا زوجتي؟ أصله وأرد عليك. تو أنت حرمته ولا زوجته؟ يا سليمان. ها بسعد. تو من يقصد ذا؟ يقصدني انا الفريسه. بابي سلامه وانت هنا؟
من هي الفريسة؟ سمان أبا سعد، كيف تقول على زوجتي وأم ولادي فريسة؟ هذه ملاك، هذه وردة. تو عاد تو ملاك ها؟ تو وردة؟ ولا قبل طايح فيها الفريسة وأنا طايح أضربها وأنا طايح من نهارها الدم وحلي ضباب يشرب الفريسة؟ الفريسة؟ تو صحيح عمي ساعد يضربش بالعصا؟ هو قال لك والله العظيم ما أقل شيء، هذا كله كلام على الله. نعم ما قايل تو عاد ما قايل ولا قبل الفريسة ها؟ انا اصلا سليمان ما يطاوع عني لساني اقول حال ام ولادي هي فريسه هي نعم هي ما يطاوعك لكن احيدك ما عوار من خير لكن رضنا ندلك ابوي الشيمه الشيمه عم تفضحينا هنا قدام الناس عجبا الفريسه الشيمه ابوي خلينا نروح البيت مو باغتنا تفضيه انا هنا اقول واتشرط ولا باغتنا اتاخضر ولا ترى اسمع عنك القاس والداني وسعد بسألك سؤال واحد زوجتك مو ماسكة عليك هذه انت لا تتدخل في هذه الامور ابوي ما بقول مو باية باغتنك تشتري لي ثياب جديدة وعبايات جديدات وبعدك تشتري لي وعيان جديدات زورد تشتري لي تكون جديد بلاك بيري بلاك بيري مرة واحدة هيه مو انا اقل عن غيري ابوي ما اقل عن غيرش انا اقول لش اشتري لش واغلى عنه انت لا تتدخل لي بيني وبين زوجتي سكت 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 انت ما تتدخل بينك وبين زوجتك اصلا انا اول مرة اسمع عن واحد يتدخل بينه وبين زوجته ايه ما لك تقول تدخل حال زوجي سكت لا تقول له مرة ثانية ولا تشوف شيء ما يعجبك شيمة بس ما اتكلم خلاص ما اقول شيء ايبا هذا انا سلاموه ما العب على العموم انا رايحة اتقهوى وابغى الاغراض في البيت سمعتني وهذا كشله عن نوبة تتصل بالبنات هي لكن ما ابغى كلام زيادة ابوي ان شاء الله ان شاء الله دوشو يلا جيب حيغنيش تليفوني هي سيري ولا قلت لي انك تضربها كل يوم حصيح مظهرها الدم يقوله وتشرب باب من مظهرها سليمان اقاملك تراي اقاملها قدامنا بنته سليمان اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا سعيد انت سعيد با من زمان ما شفناك كيف مختفي والله شويه مشغول بيني وبينك ايه مشغول انكون حصلت شغله جديده لا والله بعدني ما حصلت تروم تسكت عنه بو 24 ساعة بدوخته هنا يحصل وقت يدور شغل يا با ساعد أنا ما وحد إلا ما محصل شغل كلهم بالحارة ما محصلين عاد قاصرنا محصلين لكن مترفعين هذه الشغلة أنا ما أبغاها وهذا العمل ما يناسبني كلام ما صح يا با ساعد أصل الشباب ما مترفعين لكن تعرف إن الراتب تو 140 تعرف صعوبة الحياة كيف تبغاهم يكونوا أسرة وبيت والله يبو يبغى يعيش يصبر ويضم البيسة على البيسة ما نص غوازي حال دوخته اوه اذا جلست اتكلم معك ما راح اخلص عبود جه هنا مو بالي ولدي عبود لا ولدك عبود اسمه عبد الله جهنا القهوه عبد الله ما جه هنا زين اقول لك اذا قال قهوه هنا إيه؟ خليه ينظرني وقل له ان انا سالت عنه زين لا تخبر حد ها زين 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 ما خبر ما يلا انا تو اروحه زين رايح انا نعود محور حديثنا وقد تضربها ها سليمان بعدك ما نسيت سليمان بعيد شر انا ما موت قامني وقاملها قدامي انا وتقول انك تضربها تضربها حتى تضربها هي اضربها مصيبه مصيبه وفيك هناك مو عندك قول مسوي مصيبه صار ما لك من شيطان متحول مصيبه تصيبك ان شاء الله وتكلم وابي عن يكون الهوش ماتن لا لا عبكي عمتك سالمون تحت البقره هيك انت وباني خاطف علي ايش قال له ما تروح عندك البقره هالك ما بقيت من خير لا 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 عم البالو عن قشعت لا اله الا الله بسم الله هني قال حال شاشي يصلحها ونسيت من يوم ما يوم لا 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 لا
طيرتنا وفؤاد الله يطيرك فؤادك. سوي تكلم انطق قول بعد ساكته قول خلنا نستريح شويه. والله اذا ما تكلم عميطك مثل العصا انت ابو بياك. تكلم قول انا مو دخلي يضربني انا بعد بنيولك رخيصه. تكلم قول اقولكم تعال شويه تعالوا. قول عبود الوارم ماله؟ عبود الوارم سارق البساط من السطح. مو سارق البساط من السطح. بارك الله بارك الله. سارق البساط من السطح. عب صارخ صيغة عمتك لم صارخ المصاب بالسطح وقايلنا مصيبة مصيبة. قلنا خلاص هابط الوادي ما مخلي بيت. لكن لكن بس مو بعد عم تقول صارخ المصاب من السطح فهو راح نجيب شمس فهي المصيبة الكبيرة. لا لا عبود واري لم صارخ البساط من السطح جاذ قيل. عارف ليش جاذ قيل؟ لأنه كان مروح وكان في ماي. وعارف ليش ترادع؟ جا عبود فوق السطح وترادع إلين 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 طاح وطاح غمران ويقوم. هي بس من عبود ذا؟ عبود الوارم. باقي وارمين وغنوزه كمان لمبه. غنوزه كمان لمبه ما شاء الله. هي بعد ما اعرف انه ابو هزيل كمان. ايه هزيل هي لكن بعد ما اعرف ابو عور. ابو مو عور اسال وابوي ما حدا عور غيره بالحاره. سمع شيمة هنا خلنا نشوف ولد أبو طايح وين. خلنا بقى الحقيقة أبو ساعد هي. إنك توفقت في الإجابة. سليمان أبو ساعد خلنا أبوي خلنا شلوني معاك يوم أنا أديك علاو باخذ طريقي قص عني لك خلاص أشوف ولد عبود. ما علاو ده أنا علي أنا عبد الله أنا عبد الله عبد الله. أيوه تعال تعال شيمة أرفع حسك أجيب قبل غنوزك كمل لمبة. كمل لمبة ودموه موقك عبود موقك ما نباهيت أوتو رايحين وناك صاير جاي نشوفك. قال عبود أقول علاو أن عبود طايح من مصر وقال نشوفك عنكم. الحمد لله أنا بخير الحمد لله. تركت طالع على أنا شفت البساط ناشف وقلت أنا أنزل البساط من فوق السطح وأنا نازل حست بدوار وما ادري عمر غير تحت وانت مو طلعت صدق. قلت انا اروح انزل الفار عنك. كنت ابغى اساعد ما تشوف دعور كيف تنزل السطح من البساط. خبرني بعدك ضربتني شت اضربك على اسكت. صحيح نبى انا احيانا ما انتبه للكلام بقوله صدقه. زين يا ابوي وسقي لنا قهوة انت على الاقل شوية يكون ها. ابا سعد انا اصير عشي قهوة جديدة. انا ابا سعد اروح اصلع لكم شيء. والله ما اصلع لكم نازعين ضاربين ما اصلع لكم البر شيء. الله يهديك يا علاو الله يهديك يا علاو. با اشوفك تبكي خير ايش فيك؟ لا ما شيء بس خوفنا علاو لما قال لي طايح من السطح وغمران. يا ابوي ترى انت عارف ان علام بونا يكبر مسائل. كل اللي صار ترى اني قاعد انزل من السطح وعلى الدرج الاخيره حسيت بدوار قصدي تكفرت ما اخذت مالك نفسي لكن الحمد لله انا بخير. قصدي حسيت بدوار تفكر اني ما اعرف. انت لازم تروح المستشفى لازم تسوي فحوصات. با انت خايف علي؟ لا ما خايف عليك لكن انت هذه ما اول مره يجيك دوار وتطيح وبعدين هذا صحتك والانسان اغلى ما عنده صحته. واسال مقرب لا تسال طبيب. لا 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 قول خايف علي قول. كيف تريني ما اخاف عليك وانت ولد البكر اللي اعتبره عزوتي وسنادي؟ كيف تريني ما اخاف عليك وانت العصا اللي اتوكى عليها؟ يا عبد الله يا ولدي انت هو كل كبر عيني ثنتين اللي اشوبهن. انا ما اعتبر نفسي اعمى دام انتم موجودين. انت لازم تروح المستشفى. يا ابوي تراني انا رحت المستشفى. رحتي؟ ايوه رحت المستشفى. كنت ناوي اتبرع بالدم احنا والشباب وسوينا فحوصات. قال الدكتور انت لازم تسوي لك فحص مره ثانيه. سويت فحص مره ثانيه قال ما ينفع. قام سأل الطبيب حيكون متوتر وايش شارب الصباح وفتح لي محضر سين وقيم. في النهايه قال تعالنا باكر. رجعت له مره ثانيه قال تعالنا بعد اسبوع. قالوا ما طيب دواء. ما طيونيه الا طيوني نص. لا تتناول دهون وسوي رياضه وقلل من شرب شاي والقهوه. وكيف يعني؟ مو نبه كيف يا ابوي. هذا اللي اعطوني اياه بعد كل ذيك الفحوصات. لا تتناول دهون وسوي رياضه وقلل من شرب الشاي والقهوه وحبتين معرف المهم وغيره. سلامتك يا ابوي. هذا هو الادول والبروفينو. هذا موضه قديمه الحين قالوا لي شيء جديد
واحدهم قالوا لي ارجع له مره ثانيه، ذكروا لي ضغط الدم، ضغط الدم، واحد ما حد ايه وهذا ارتفاع ضغط الدم عن يكون مرض خطير. ايه بانت ترى كل الناس تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لو على كذاك ترى كل الناس تشرب شاي قهوه. على طار قهوه قلت باشاي. نعم. هاو فنجانه. احسنت احسنت عبود. نعم يقبل. ما شاء الله. انا عاد نوبة اضرب فنجان واحد. اقول لك سليمان بابا سعد زيدني فنجان واحد. ما فنجاني. السلام عليكم. السلام عليكم با. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. با انت هنا وانا جالس ادورك، سمعت ان عبد الله طايح من فوق السطح. شلت امينا. هات ما اعرف عنه ذاك الفريسي. الفريسي؟ هل الفريسي؟ خلينا نوصل للبيت واشوف اذا ما المحنه في ظهرها. نعم. هذا الفريسه تقول انت زوجتك انك تفريسه، وهذا المحنايه ما معروف الظهر من الصيح، كان في ظهرك ولا في ظهرها؟ لا محقق، ما قلت لي اني طايح من السطح. لا ما خبرتك، ما تعرف عنك شيء. الحمد لله. كيف تونت ان شاء الله؟ احسن؟ ها الحمد لله. تبغى تروح المستشفى؟ الحمد لله انا بخير بخير، الحمد لله بخير. الحمد لله. عبد الله نسيت انا اقول لك. مو هناك عندك. قس عيد سال عنك. مسكت. قس عيد سال عنك. زين. وقال قول له اني جيت وسالت عنه وقول له انتظرني هنا وما يروح مكان. قالك عرس هنا؟ هنا رياضه. وقالك شي غيره؟ قال لي شي لكن نسيت هو. مو قالك؟ قال لي مو هذا. قال لي ما تخبر حد. عبد الله؟ نعم. ايش بينك وبين سعيد؟ انت ما يخصك بيني وبين اي شخص كان سوى سعيد او غيره. عبد الله انا باغلك مصلحتك. انا اعرف مصلحتي فين؟ مصلحتك مع الرهود، بس هذا سعيد ما ينفعك في شيء. اسمع يا احمد، انا ما اسمح لك تتكلم بهالطريقه سواء كان عند سعيد او غيره. يا عبد الله اسمع الكلام، ما ترابع لي هذا سعيد. قلت لك ما اسمح تتكلم عنه بهالطريقه. ما قاصر غير الضارب قدامي وهين في السوق. يا شباب ما في داعي لي لهذه الحركات. مفروض تفهموا، حلوا مساله وديه. انا اسف بس عبد الله يمشي في طريق خطا، لازم ينتبه حال نفسه. اسمع يا احمد. اسمع انت يا عبد الله، هذا اخوك ويبغى لك مصلحتك، وهذا سعيد لا شغل لا مشغله، والمثل يقول من رابع العلام قاعلم عنهم، ومن رابع السفيه قاسم عنهم. بس سعيد ما سفيه يا ابوي. ابو 24 ساعه بده اخته و24 ساعه بسيجارته اعتبره سفيه. صح سفيه. انا اروح اسوق قهوه جديده. هذا قصه فيه سعيد. كيف عرفتني وانا حتى ما نطقت بحرف؟ من ريحه السيجاره بتدخنها. ومن احد ما فيك ادب فيك ادب، لكن بالخصوص الزينه بالخصوص ما زينها فيك. اي نعم. واخاف على ولدي عبد الله عن تعلم هذه الامور الحاده. عفا عليك يا ابوي سعيد صحيح صديقي، لكن ما يثر عليك الانسان وسلوكه. كل قرين بالمقارن يخذل يا عبد الله. ايش قصدك؟ ما قصده شيء، لكن هذا الربع على الدوم والدامه تثر. لو ما انا رايح سوق اشتري بلاك بيري حال مك عليك تزحزح علي. رابعك با؟ ها حيد وحدي. من ساعة الحمد لله فيتك. اصبر شوي اصبر، خلنا خلص من اخوي يروح شوي. نعم يا احمد. قوم خل البيت. نعم قوم خل البيت. انت عشان تأمرنا ارق معاك البيت؟ يا عبد الله انا باغي مصلحتك، اسمع الكلام. قلت لك 100 مرة انا اعرف مصلحتي واعرف طريقتي، لو سمحت لا تتدخل شو ما يخصك. يا عبد الله انا نصحتك ويجي يوم وتندم عليه. روح زر روح كما تحيد الطريق انا ادلك عنها. توكل رواح. ساكتنا عبد الله وعبد الله. حبه حبه حبه. كل ما اثر علي اشوفك بالمره من طلعه تطلب مني حب السجاير. ما شفنا اخوي مضايق بي، تعرف انه مضايق لازم اشرح به. يعني انا علي يومين اشرب حبه واحده ما يكون ضايق، ما يكون قاسم مع الشباب، عاد ما يصير. كلهم يدخنون وانا ما ادخن، اقول اكيد خايف امه وابوه، لكن مثل ما قلت عاد دقيقتين حبه واحده، عاد ما يصير يا اخي، ترى كثرتها ما زين وكثرتها يكمل السرطان. لك تون انتو سرطان والسرطان، وعدي ما شفت سرطان يقع حاله يدوخه، واقرب مثال عندنا في البلد عبد الكريم لا يدوخ ولا يشرب وانسان متدين وما يلف ذي السوالف، مات بالسرطان. وليد وقيلته كنا ما واصل 6 سنوات ومات بالسرطان، لو بذاك يدوخ. يا حبيبي هذاك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني ما هو نختار نجيه مرض السرطان، بينما انت الحين قاعد تختار، يعني انت محاسب من الله سبحانه وتعالى في حين ذكاك مرض السرطان، اما هم غير مسائل عن هذا المرض. ربي هلك نبدا الكلام، المهم انا قايل انك باغنك موضوع خطير. اي صح قول لي قول لي، مو هناك مو عندك؟ راح
راح سليماني من القهوة. أقول لك قولي. أنا باغنك تجي معاي عشان نسلم حاجة من عند ناس. ها؟ حاجة؟ من إيش؟ وين من الناس؟ هذه الحاجة دواء ما موجود عندنا في البلد. زين. لأنه تأثيره قوي واجد وغالي. وما يستخدموا إلا في الحالات الضرورية والناس خاصين. وأنا مطلوب مني إني أروح أسلم هذا الدواء وأعطيه لهلا الناس بدون ما أحد يعرف. عكل موضع في مخدرات. أقول لك دواء تقول لي مخدرات؟ سعيد أنت صديقي ومستحيل أفكر في يوم إنك بتكذب علي أو تخدعني. أنا مصدقنك بس خبرني متى أروح أجيب دواء. حلو الكلام تعجبني. لا مشكلة أروح بس اليوم بنمشي جدولنا عادي وبالليل بنتفاهم. عقب يلا خلنا نستريح وناخذنا كوب فنجان شاي ولا قهوة. على حبة شوية. على حبة على سبقة شون نعدل المزاج. نعدله. صباح الخير صباح الخير يا بلادي يا بلادي نور عيني نور عيني ومرادي ومرادي. صباح الخير صباح الخير يا بلادي يا بلادي نور عيني نور عيني ومرادي ومرادي. يا سلام اليوم ماشي مشاكل خاليين من المشاكل لا حد مدعبل بالكراسي ولا حد موصخنين. الحون هذا اولاد صالح اليوم ما جايبنا ولا ربشوا المكان لكن وحدي وحيد فاقد انا شاي بساعد ما قال اليوم بساعد كنت هنا من الصبح ما حد ما لك حس. فقدنا صوتك الحلو وشلاتك الجميلة الغالية. مالك لك بساعد مالك عن يكون مضروب. قول بسلام يا سليمان ما في برضه هالكلام اللي فيني مكفيني. بساعد مالك ذاك كانه مقطب الاذنيه ولا كانه مروط علي الخبز تو. يا سليمان يا سليمان منتصب لي فنجان قهوة. حاضر من عيون الثنتين امر وتدلل القهوة جاهزة. ها توك وسع مالك لك با هين الاحساس اللولي وهينك الحاسه الغريزيه ابو عندك وجهه وغيره وغيره وذاك النشاط ما اشوفه اليوم احس اي احساس يا سليمان اي احساس خلاص ظهري انكسر زمان كنت ما احس نفسي اعمى دام أولادي موجودين بقربي كنت ما أحس باللي يدور حولي. أولادي يا سليمان أولادي عبد الله في السجن والسبب مخدرات المخدرات يا سليمان. أعوذ بالله. والدي نيرة وق مخدرات. أعوذ بالله. ولا أحمد هق البلد خاف الفضيحة. إيش ليني بعد كل هذا أضحك أفرح ماتت الفرحة ماتت الفرحة ما بقى شيء أضحك علشانه. أصبحت أعمى 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 يا سليمان أعمى.